وفي ذات الإطار انطلقت أعمال الجمعية أتشادية للحافظات للقرآن الكريم بهدف، حيث تحث هذه الجمعية إلى التمسك بالعقيدة الإسلامية وتعليم البنات وحفظ القرآن الكريم بحضور رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عبد الله هارون. إيمانا من أعضاء الجمعية بدور المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في سبيل نشر الدعوة الإسلامية في ربوع البلاد، جاء حفل الانطلاق الرسمي لأنشطة الجمعية التشادية لحافظات القرآن الكريم وسط حشد كبير من النساء اللائي حضرن المناسبة. وبحاز الصلاة فقد رحبت السيدة خديجة أحمد النور بالحضور على تلبيتهم الدعوة، وقالت إن الجمعية الوليدة أنشئت لأجل احتضان بنات المسلمين والحرص على تعليمهن كتاب الله عز وجل حفظا وتجويدا وتدبر معانيه. رئيسة الجمعية السيدة حواء آدم حسن في كلمتها بهذه المناسبة أشادت بدور المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على رأسه فضيلة الدكتور حسين حسن بكر على جهوده الكبيرة الذي بذله في خدمة الإسلام والمسلمين واهتمامه الخاص بالمرأة المسلمة وخصوصا الحافظات لكتاب الله عز وجل. وتهدف الجمعية إلى التالي: خدمة كتاب الله تعالى والعناية به تلاوة وحفظا وتجويدا، العمل على نشر الوعي بأهمية حفظ القرآن وفضل تلاوته بواسطة تنظيم دروس وندوات ومحاضرات ومسابقات بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص والعمل المشترك، الحفاظ على الهوية والثوابت والموروث الديني الذي يتمثل في العقيدة العشائرية والتصوف الإسلامي. بدوره رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية حث النساء على ضرورة الالتحاق بالمؤسسات التعليمية النظامية بجانب التمسك بالقرآن الكريم، وأن المرأة أم وكزوجة وكأخت وكبنت. نقول النساء شقائق الرجال، شقائق الرجال، لكن هذا القول لم نحولوه إلى واقع تطبيقي عملي في الميدان. هذا وخلال المناسبة تم عرض المكتب التنفيذي للجمعية المكون من 12 عضوا برئاسة حواء آدم حسن، كما شهدت المناسبة توزيع شهادات شكر وتقدير لفضيلة الشيخ الدكتور حسين حسن بكر وبعض من كبار الشخصيات الأخرى.